معي عبر الهاتف المهندسة إيمان النقبي، رئيس الشعبة الفنية في فرع دبا الحصن بدائرة الأشغال العامة بالشارقة. مهندسة إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير مهندسة إيمان. مساك الله بالنور أبو خالد. يا أهلا وسهلا مهندسة إيمان. إحنا هالأيام الناس تطلب وتتحدث عن بعض المشاريع هنا وهنا. قبل أيام تحدثنا عن سوق الأعلاف في المدام، أمس وردتنا أسئلة عن مشاريع أخرى مثلا في خورفكان في الشارقة، وأنتم مشكورين جزاكم الله خير. في الدائرة كل كم يوم يدخل معانا مسؤول من فرع أو من إدارة يتحدث عن اختصاصه، فمشكورين يا إيمان على هذا الاجتهاد. بارك الله فيك. إيمان، في مشروع مهم وجميل في دبا الحصن، حدثينا عنه. بداية بخالد، طبعا نحن نشكر برنامجكم على حرصه واهتمامه دائما بإيصال صوت الجمهور. حقيقة أنا راح أتكلم عن مشروع مبنى مخازن المالح في مدينة دبا الحصن. يندرج هذا المشروع طبعا ضمن خطة الدائرة التنموية، وذلك لتلبية احتياجات المجالس البلدية في الإمارة، بالإضافة إلى تحقيق احتياجات السكان وقطاع الصيد. فبالنسبة لمشروع مبنى مخازن المالح، المشروع هذا قيد التنفيذ وتبلغ نسبة الإنجاز 35%. وإن تكلمنا عن مضمون المشروع، طبعا يضم 27 مخزن ومنطقة للتمليح وغرفة خدمات بتكلفة بلغت 3.5 ملايين درهم على مساحة أرض تقدر ب 1000 متر مربع. ويقع هذا المشروع بمنطقة جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن. مهندسة إيمان، أنت تشاهدين الشاشة ولا تسمعيني بالتليفون؟ لا أشاهد الشاشة. إنزين، أنا تحبين أستعرض الصور؟ الشباب أعطوني بعض مجموعة من الصور. هي تفضل، مو مشكلة. إنزين، هاي الصورة الأولى مهندسة إيمان. هذه الآن صورة فيها الموقع العام لمدينة دبا الحصن، صحيح؟ ما طلعت الصورة للحين. ما طلعت، في تأخير بيني وبينك 40 ثانية. كم؟ هذه هي الصورة اللي هي الموقع العام، يوضح موقع المشروع في مدينة دبا الحصن. يقع المشروع هذا في منطقة جزيرة الحصن. جميل. احنا بنتحرك الآن في الصور، على ما يعني يتم التغيير عندك في الصورة احنا بنتحدث شوية. شو هذا؟ هذه الآن الأعمدة، هذا المشروع؟ اي، هذا هو عبارة عن المشروع، تم الانتهاء طبعا من صب الأعمدة. يبلغ طول المبنى تقريبا 150 متر. 150 متر بالطول، يعني بالطول مساحة المشروع كامل 1000 متر مربع. ما شاء الله. الآن هاي الصور اللي نستعرضها مهندس إيمان، صورة من الواقع، مش رسومات. هذه صورة موقعية هنا. جميل جدا. طيب، كم قلتي لي نسبة الإنجاز في هذا المشروع؟ نسبة الإنجاز 35%. 35%. متى متوقع يتم إنجازه أو الانتهاء من هذا المشروع؟ طبعا ان شاء الله من المتوقع الانتهاء من المشروع هذا ان شاء الله خلال الربع الرابع من العام الجاري باذن الله. طبعا في الحقيقه يعني اتخذت الدائره سياسه مدروسه في اطار حرصها يعني على تنفيذ مثل هذه المشاريع، وياتي ذلك حقيقه بمتابعه مستمره من قبل سعاده رئيس الدائره المهندس علي بن شاهين السويدي. جزاه الله خير. قلتي لي هذا بيكون تقريبا 1000 متر مربع، المساحة الإجمالية لهذه المخازن. بتكون مقسمة على شكل مجموعة مخازن ولا هو مخزن واحد كبير؟ هو المشروع طبعا اللي أنا واللي إحنا حاليا النفط راح يكون يضم 27 مخزن. 27 مخزن مع منطقة للتمليح. المخازن هذه عبارة عن محلات تجارية، إن صح التسمية يعني؟ هي تقريبا. يعني بيكون سوق مفتوح. كيف ما سمعتك؟ يعني راح يكون سوق مفتوح، مش مخازن مقصود فيها للتخزين فقط وإنما للبيع والشراء. هو تقريبا طبعا هذا راح يكون بالتنسيق مع الجهة المندفعة. طيب، قلت لي راح يكون في أماكن مخصصة للتمليح بالإضافة إلى المخازن الموجودة. هذه رسمة، هذا المنظور ثلاثي الأبعاد للمشروع. طبعا هالمبنى أبو خالد راح يساهم في خدمة المنتجين للسلع المحلية اللي هي المالح، وراح يعمل أيضا على تذليل العقبات التي تواجه الأهالي طبعا في تصنيع وحفظ أسماك المالح، وبالإضافة أنه راح يساعد المشتغلين في مهنة التمليح في المدينة يعني على صناعة وحفظ أسماكهم بطريقة بحيث أنها تكون صحية وآمنة أكثر لحين وصولها للجمهور. نظامية وصحية ومكان مرتب إن شاء الله تعالى، وفي مواقف إن شاء الله.
إن شاء الله. وهذا يعزز شيء من ثقافة أهل المدينة، أهل دبل حصن مشهورين بالمالح وتجارة المالح. ما شاء الله، يعني إحنا نعرف أن المالح ما شاء الله يعتبر رافد مهم للمنتجين وصيادي الأسماك في مدينة دبل حصن، فضلاً طبعاً بعد عن دوره في إنعاش الحركة التجارية بالمدينة. صحيح. وما شاء الله نفس ما نعرف بخالد الفترة الأخيرة يعني مهرجان المالح اللي بتحظى المدينة بات واحد من أهم المهرجانات الخاصة بهذه الصناعة محلياً وإقليمياً. صحيح، يعني باكر إن شاء الله يوم بيخلص هذا السوق اللي مالح حق على المهرجان نقول ترى في سوق دائم عندهم، مش فقط مهرجان أربعة أيام. بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق. في معلومات أخرى نسيناها مهندسة إيمان حابة تضيفينها؟ يمكن بس نضيف نتكلم عن بعض المشاريع الجارية في مدينة دبل حصن. تفضل أي مهندسة. ولله الحمد انتهت الدائرة طبعا مطلع العام الجاري من تطوير حدائق الأحياء وذلك بمنطقة الحي الغربي وحي المهلب، وبعد تطوير بعض الأعمال في الحديقة العامة، كما تقوم حاليا بإنشاء مطعم سياحي يطل على جزيرة الحصن. وعلى الصعيد الرياضي طبعا انتهت الدائرة من تنفيذ مشروع إنشاء ممشى مطاطي وذلك على امتداد القناة المائية، وجاري العمل الآن على إضافة أجهزة رياضية للممشى هذا المنجز سابقا، بالإضافة إلى إضافة ملاعب كرة قدم بالحديقة العامة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من أعمال توسعة مدرجات نادي دبل حصن، كما والدائرة الآن بصدد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء محلات تجارية على الطريق الوسطي. طبعا هذه المحلات تقع على قطعتي أرض وذلك بمنطقة حي المهلب بمدينة دبل حصن. ما شاء الله كل هالمشاريع مهندسة إيمان شغالة في ذات الوقت؟ هي طبعا في منها المشاريع هاي شغالين وفي منها أنجزناها خلال مطلع العام الجاري يعني في الربع الأول والربع الثاني. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ومدينة دبل حصن يعني يوم بعد يوم مشاريع فيها تزداد، كل ما تجي سنة نقول خلاص ما شيء مكان ما في مشاريع، نتفاجأ بأن السنة اللي بعدها ما شاء الله في مشاريع أكثر وأكثر. الحمد لله يستاهلون كل خير، وإحنا نتمنى لكم التوفيق مهندسة إيمان، والشكر مرة أخرى على التجاوب الطيب معنا. شكرا جزيلا مهندسة إيمان. شكرا جزيلا. في إيمان، في أمان الله.